ايه ده؟ هو مش ده دوري؟ اولا مش مسموح لحد يقطع البروفا غيري. تاني حاجة وده الأهم، نسيت أقول لحضرتك يا أستاذة عليا، أنا المخرج، أنا اللي أقول مين يعمل إيه. أنت بتعمل معايا كده ليه؟ يا ستي ده أنا بساعدك، يعني شايفك مشغولة بالخطوبة وتجهيزات الفرح، فقلت لمريم تذاكر عشان تبقى ستاند باي، واو بقت جاهزة. سيبك من مريم دلوقتي والدور، طمنيني جبتوا الصيني ولا لسه؟ صيني إيه وشفت إيه؟ أنا بقالي 3 شهور بتمرن على الدور وما قصرتش. لا قصرتي أو ما قصرتيش دي أنا اللي أقولها. وبعدين مش كفايه يا استاذه عاليه ان انا جيت البروفا وشفتك انت وخطيبك المحترم متخطيين حدود الادب وشغالين على مسرحيتي اللي انا مخرجها في عدم وجودي. وبعدين سيبك من كل ده، بص كده على مريم بذمتك مش لايقه على الدور؟ قمر. طب اراهنك انها هتكسر الدنيا وهتقولي امجد قال. طب وانا؟ انت معانا في الفريق يا علي، يعني نشوف لك اي دور تاني. ايه رايك في دور زينب؟ صغير وهتعمليه كويس. هو انت جاي تقولي كده قبل العرض بيوم؟ ولو قبل العرض بساعة. دي رؤيتي يا حبيبتي. بعدين انا قعدت مع الإدارة والمنتجة وشايفين ان رؤيتي صح، وبعدين احنا اتعلمناها كده، مصلحة العرض اهم من مصلحة الفرد، ولا ايه؟ اقسم بالله انت بني ادم مريض، انا بكرهك.